السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متتبعي جمعية الاتحاد الوطني لحراس النخاس المغربي. بغينا نشوف واحد التدخل ديال الأخ حميد، وهو صحفي بإحدى القنوات الإعلامية اللي معروفة على الصعيد الوطني، ونردوا عليه يعني صراحة، لأنه دائما كيتدخل وكينفعل على حراس الأمن الخاص بالمغرب. نشوفوه شنو قال، ومن بعد نعقبوا على الكلام ديال سي حميد ونرجو له رساله حتى هو. سيكوريتي سيكوريتي للدوله، انت غارديناج وعرفتي لو رود غارديناج ما تقيسوش. سيكوريتي عند المخزن، تنتحدى شي شركه في المغرب تقول لي انا سيكوريتي. كلكم دي غارديناج، ماشي الواحد تيبقى كيلبسوه كسوه وبدا يبلطج في مواتنا ويلطج في بواتنا. علاش تدخل عندو ديك البيت انت كاع؟ المخزن وما غاجي تيقولها له وكيل الملك، تيقول لك والراجل المريض تيموت، الراجل المريض تيموت وتيقول واقفين عليا جوج السيكريتي. شكون انت؟ سابق ملك الموت؟ لا عفاكم، دوك الشركات خصنا نشوفوا اعاده النظر حتى في الناس اللي خدامين، ديروا شي تكوين، عرفوا ما لكم وما عليكم. راه ما عندكش الحق باش تحط يدك على شي مواطن، لان انت كارديناج تنكونترولادور. شوف بعينك، واقفين عليا جوج السيكوريتي، طلبوا هذا الراجل، شنو غادي يقول الله هذا دابا الا غدا سمعنا مات؟ تقول له وقفوا عليا قبل من ملك الموت. شوف عافاك هاد الشركات، وتنتمناو السيد الوالي الجديد مرحبا بك، راه هاد الناس ناس زوينين، ناس الكبرانيه، غير ان كاين واحد سبعه طول عطينا علاقات احزاب سياسيه مازال كتردمنا في بعض رؤساء. سي حميد، هذاك الانفعال ديالك اخويا راه رفق بصحتك شويه اول الاول، يعني صراحه الانسان يرفق بالصحه ديالو، لان الانفعال ما كيعطي حتى شي حاجه. ثاني حاجه سي حميد، هذا الموضوع هذا يحتاج الى حوار، الى نقاش. بغيتنا نتناقشوا معك، مرحبا على العين والراس، نتناقشوا معك في هذا الموضوع هذا، لانه ماشي كيتختزل في هذاك الانفعال المجاني اللي هو ديال السيكوريتي في المستشفيات كذا. هذا الشركات راك انت غير الاحساس ماشي سيكوريتي، متفقين في هادشي كله، حنا عارفينه. ما كاين سيكوريتي في المغرب، سيكوريتي هو البوليس، هو الدرك، هو رجال القوات المساعده، واللي منع الشاكله ديالهم اللي تابعين للدوله. هذا ما يختلف مع اهل زيد العمر. لكن سي حميد، راه من العيب والعار انك تلاح لهذا الامر هذا بواحد السطحيه، وسامح لي نقولها لك لانها سطحيه. شي نفترضوا ان نحيدوا 500 شركه من ديك المستشفى ونجيبوا 5000 شخص، راه غتبقى نفس الممارسات. علاش نفس الممارسات؟ لان الصلاحيات معطيه من داخل المستشفى، الصلاحيات ديال ديك التعامل وديال ديك الصفايه وديال ديك سميتو راه موخوذه من داخل المستشفى، وبالتالي ملي غتبدل هذاك الشخص بشخص راه بحال كتبدل في التقاشر ديالك، يعني نفس الفورما نفس القالب اللي عندك في رجليك. فهذاك الانفعال وداك سميتو وداك التحريض راه كيعطينا غير مسائل دمويه، انسان غيمشي مسحون داخل المستشفى غير يهضر مع مثلا شي رجل امن خاص، واخا يهضر مع بغيه الاداب ولا كذا، غينوض هذاك السيد غينفعل عليه لانه شافك شنو كتقول وانت كتكلم هادشي. وسامح لي بين قوسين، هذا كلام يعني ما خصوش يقولوا صحافي في المستوى ديالك، ولا سيما عنده متابعين وعنده ناس كيعرفوه. فهاد الانفعال خاصك تنفعلوا على احد ممثلي وزاره الداخليه او ما ينوب عنهم، لان كتعرف ان الامن الخاص راه تابع لوزاره الداخليه، ونتناقشوا على شنو واقع، ونشوفوا المناقصات، ونشوفوا شكون اللي كيعطي هاد الاوامر او هاد الصلاحيات لهاد رجال الامن الخاص في مستشفيات المغرب. وعلاش المشكل كاين غير في المستشفيات العموميه وما كاينش في المستشفيات الخصوصيه؟ علاش حراس الامن الخاص الناس ما كيتشكاوش من المستشفيات الخصوصيه بالحراس الامن الخاص، ولكن كيتشكاو في الحراس ديال الامن الخاص ديال المستشفيات العموميه؟ هذا سؤال كيطرح. راه ماشي بداك الانفعال ديالك وان تختزلها في الناس السيكوريتي، راك ما كتعاملش مع فصيله حيوانيه، كتعامل مع ناس. يعني الا دخلتي مثلا البنكه ما غتلقاش معامله سيكوريتي كما ديال المستشفى، مشيتي المصنع، مشيتي لقناه تلفزيونيه معينه غتلقى معامله خاصه ومعامله صارمه. دخلتي القنصليات او السفارات وبلا شك راك مشيتي ودخلتي القنصليات وشفتي السيكوريتي كيفاش كيتعامل. اذا شكون هنا اللي عنده الديفو او الغلط؟
الناس اللي مشرفين على السيكوريتي داخل ديك مصلحه نفوسهم هما اللي كيعطيو الصلاحيات انه يتصرف ديك التصرف، يعني بمفهوم انهم كياكلوا بفمو التومه. ولكن باش تنفعل داك الانفعال وكذا وهذا باش والناس اللي ما عارفينش غيشوفوا هذه القضيه هذه راه غتولي فوضى عندنا وتولي مشاحنات ومسائل دمويه. او فالاعلامي الفد او الاعلامي اللي هو خاصو يشد العصا من الوسط ويمتص الامور ويعالجها بالجوهر ديالها. فانا شخصيا مستعد ندير معك حوار حول هذا القطاع هذا ويكون مبت ويشوفوه المغاربه كاملين ونهضروا على هذا الموضوع هذا ونهضروا على الاشكاليات ديالو. ولكن ماشي كتعالج بهذه المساله هذه ديال من واحد الجانب معين. اي ما غنكروش كاينه فوضى، ولكن الفوضى راه ماشي الشركات مثلا ديال الامخاص اللي دايرها او لا كذا، لا الناس اللي دايرينهم هما اللي عاطين الصلاحيات ديال الحراس باش يديروا كاك. ولا جينا نهضروا في هذا الباب هذا راه ما غنساليوش. فعلا بغيتي تفتح معنا حوار مرحبا، وباش يكون الراي العام يشوفوه والناس مسؤولين حتى هما يشوفوه. فهذا هو الدور ديالك كاعلامي. ولكن باش تجبد مثلا وتعطي داكشي مجاني وكذا وهذا وتهضر وهذا، هذا ما هذا مرفوض وما نقبلوش به. فتحياتي هذه ما من مره كتدخل السي حميد بهذه الطريقه هذه او كتستضيف شي واحد اللي ما عارفش في القطاع شي حاجه وكتكلم بحال هكا وهذا مرفوض. فإلا بغيتي تستضيف استضيف اهل مكه اللي ادرى بشي عليها. وتحياتي ليك وحنا مرحبا مرحبا بغيتينا مرحبا. ها واحد النموذج السي حميد ديال جريمه، جريمه بكل المقاييس. هاد السيكوريتي اللي كتشوفو قدامك راه في مستشفى بفاس، تبع غير الاوامر اللي قالوا ليه المستشفى على واحد الشيخه مشهوره هي وراجلها، كانوا هرسوا شي حاجه داخل المستشفى والسيد بغى يحبسهم ويسد الباب، ما كان على راجلها حسب شهود عيان اللي في الواقعه الا يركب في الطوموبيله ديالو هو والنقيجيه ديالو اللي معاه ويدخلوا في السيد بالطوموبيله. هرسوا لي الضلوع ديالو لدرجة أن بعض العضلات اللي كانت تحمي الضلع دخلت في الكبد ديالو، الرجل تعوجات تهرسات واحد الكسر اللي خاصو على الأقل واحد السنة باش يتجبر كما كتشوف، يعني كسر خطير ديال هذا الرجل الأمن الخاص اللي كان دار غير الأوامر اللي فرضت عليه الأطر ديال المستشفى اللي كاين في مدينة فاس. هادشي السي حميد ما شفناكش انفعلتي عليه، ما شفناكش هضرتي على هذا الجرم لأنها جريمة وجريمة عمد، يعني العقاب ديالها راه كيوصل حتى ل 15 سنة ل 20 سنة لأنها محاولة قتل رجل أثناء مزاولة المهام ديالو. فالسي حميد ما شفناكش انفعلتي كما هذا الانفعال، شنو الدور ديالكم السي حميد كإعلامي في هذه النزيلة هذه؟ إذا ملي كتقول أنت بهذه المسألة هذه فكتخلي المواطن أنه يدير شغله، وهنا ما غيبقاش العمل بالقانون وغتولي تسيب، هذا هو تحريض مبطن يعني على حراس الأمن الخاص. وأنت كإعلامي من المفروض عليك أنك تعالج الأمور هذا بالحوار. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.